أما سلمى رح ننتقل لفقرتنا الأخيرة يلي خصصناها رح تكون مع فريق صبايا العطاء يلي كان لهم دور كبير بمساعدة الأهالي المتضررين بكارثة الزلزال يلي صار من اللحظة الأولى لحد هي اللحظة مستمرين بالمساعدات العينية والمعنوية كمان. أكيد عفاف، يعني مثل ما قلتي فريق صبايا العطاء من الفرق اللي كتير الموجودة كانت على الأرض، ومن بداية وقوع كارثة الزلزال الحقيقة أنه كل الفرق والمبادرات والمؤسسات والجمعيات ما قصرت، كلها كانت ايد واحده وكانت هي الهبه الاولى منهم الحقيقه لحتى يساعدوا الناس من دون تاخير. اللي برا سوريا واللي جوا سوريا كانوا كلياتنا عم نحس انه هو الوجع واحد، دمشق مثل اللاذقيه مثل حلب مثل اي محافظه اخرى متضرره. صبايا العطاء بلشوا مشروع مهم جدا، كان لهم وقفات مهمه خلال هي الفتره، نحن استعرضنا بعضها ببدايه طبعا خلينا نقول استجابه طارئه، هلا رح نعرف اكثر، واذا تغير هذا الشيء بعد شهر رمضان كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها اكيد. مؤسسه جمعيه صبايا العطاء الاستاذه عليا خير بيتك، صباح الخير عليا ورمضان كريم ينعاد عليكي. الحمد لله على السلامه كمان. شكرا الله يسلمك، رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. اهلا وسهلا فيكي ونورتي صوت صباحك. شكرا. خلينا بدايه نحكي عن حمله اغثني اسمها صح ما هيك؟ كيف بلشتوا وكيف كان التوجه لها من بدايه ازمه الزلزال لحتى هي اللحظه؟ هلا اول شيء انا ما صح لي فرصه لاقول لاهلنا وناسنا الحمد لله على السلامه من كارثه الزلزال. هلا نحن حمله اغثني هي كانت فورا مجرد ما صارت الكارثه لحتى شوي استوعبنا شو اللي عم بيصير، لحتى قدرنا نتفق شو خطة العمل، يعني نحط الخطة بلشنا فيها وسميناها أغثني. هيدي الحملة هي كانت لكل المحافظات المتضررة، واللي اقترح أنا كنت خارج سوريا، فبدي اتشكر فريق جمعية صبايا العطاء صبايانا يلي هنن اللي اشتغلوا واللي هنن قاموا بكل شيء، وهن اللي طلعوا على المحافظات على الأرياف كانوا متواجدين مع العالم. هن أول شيء توجهوا للمراكز لدور الإيواء لما شافوا أنه في اكتفاء من باقي الفرق والأهالي والجمعيات، اتفقنا أنه خلي توجهنا نحن للقرى للمناطق البعيدة اللي ما حدا عم يقدر يوصل لها، أو بالأحرى عم يقدروا بس في صعوبة بالتنقلات يعني، فتوجهوا لهالمناطق وشافوا الوضع على بالواقع وقدموا كل شيء بنقدر عليه يعني. اكيد يمكن اللي ميز كمان اغثني انه انتم من المبادرات الاولى اللي بلشت تفكر بالنقطه الثانيه، يعني اليوم نحن ما بس بدنا كنا نامن ماكل ومشرب يمكن بالايام الاولى او بالساعات الاولى، بدنا نفكر باقامه، فبلشتوا يمكن شفنا اعلانات نزلتوها كان في بناء كامل حولتوه لمكان لاستضافه اهالينا المتضررين وغيرها من التفاصيل اللي بلشت بمبادره تاجير بيوت، خلينا نحكي اكثر عن هالتفاصيل. هلا بخصوص البناء، نحن في صبيه هي خارج سوريا متشكره تواصلت معنا وقالت انه انا بدي اقدم مكان، هو شركه بناء الشركه بدي اقدمه للجمعيه تحت تصرفها انه انتم تحطوا فيه عائلات المتضرره بطرطوس البناء. بعدها نحن شفنا انه هي فعلا هيدي انسب طريقه، يعني اهم شيء للاهالي اليوم هي تامين منزل يعني سقف، فنحن شفنا انه بنقدر نساهم بموضوع اجارات المنازل. يعني اكيد نحن رصدنا مبلغ معين اللي هو اجانا بالاساس كتبرع، يعني من خارج سوريا صبيه تواصلت معنا حبت تساهم وقدمت هذا المبلغ، بنتشكرها كمان أكيد. وهذا المبلغ نحن خصصناه للاجارات. بعدها كمان نحن كل شيء صار يجينا مساهمات ماليه نحن صرنا يعني فورا تلقائيا هالمبالغ تروح لهذا الهدف. كمان كان في عنا حالات نحن ساهمنا بترميم المنازل، يعني تواصلوا معنا وبعثنا فرق للكشف، شفنا انه تصدع بسيط يعني بيترمم بسرعه، ساهمنا وساعدنا، بس بصراحه يعني بعدين قررنا انه
موضوع الترميم شوي نبعد عنه لانه بده اخصائيين، يعني بده ناس عندها بده جهود رسميه اكثر. تماما اكيد بده جهود وبده اشخاص بيفهموا بهذا الموضوع. يعني ممكن يكون تصدع انه بالبيت شيء بسيط بس الاساسات ممكن تكون كثيره، فما بنقدر انه نعرف. مشان هيك نحن قررنا خلينا على الأجارات يعني مبدئيا. خلينا نحكي عن أكيد الاحتياجات كتير كبيرة للأهالي المتضررين من الزلزال. خلينا نحكي عن أكثر الأمور يلي كانوا بحاجتها الأهالي. هلا نحن للحقيقة المشكلة هي ما قبل الزلزال، يعني في مشكلة حقيقية ومشكلة كبيرة. يعني اليوم بسبب العقوبات الاقتصادية شعب، يعني كلنا مو بس العالم اللي تضررت من الزلزال، كل السوريين تأثروا، كل السوريين الوضع صعب عليهم وكانوا بحاجة لكتير أمور إجا هالزلزال يعني فاقم عن جد. ايه يعني هو فاقم وهو عرى الواقع. يعني نحن صرنا نعرف انه مشاكل الناس. يعني اول شيء كانوا العالم تخجل تطلب، تخجل تحكي، بس اليوم نحن فتنا لعندهم، قعدنا معهم، صرنا نعرف انه مشكله فعلا كبيره ومشكله حقيقيه. وشو ما قدمتي بضل قليل، شو ما قدمتي بحاجه كل شيء. اكثر شيء كان تركيز الضوء عليه. بقول لك شغله، يعني نحن كجمعيه توجهنا للسيدات والاطفال اكثر شيء، يعني لهم حصه الاكبر باهدافنا. حليب الاطفال، يعني احنا في عندنا مشكله كانت بتامين حليب الاطفال، لانه نحن حتى قررنا انه نشتري، وقت اللي بدنا نشتري ما نلاقي كمان، يعني غير متوفر. وهي كانت ولحد اليوم هي مشكله. يعني نحن لحد الان عم يجينا حالات بحاجه لحليب الاطفال، وفعلا عم نحاول ندور وصعب يتامن. فهي بتخيل هي اهم شيء. يعني يمكن للاسف يعني دائما بكل ازمه بيطلع في الى ناس بيستغلوا هي الأزمات طبعاً وبيشتغلوا طبعاً على وقت أنه هن يكسبوا مكاسب شخصية على حساب حياة الناس، على حساب وجع الناس، يتاجروا بهذا الموضوع. شفنا على السوشيال ميديا كتير قصص من هذا النوع للأسف. حتى بعض البعض حاول يخفف من أهمية دور المجتمع المحلي اللي كان عم يلعب دور كتير كبير، ولولاهم، لولا تضافرهم بالساعات الأولى ما كنا قدرنا نساعد بعض. قدي لمستي هذا الشيء، وقدي كمان كنتوا حريصين على التأكد من كل حالة، على التشبيك مع إذا جمعية بتعرفوها طبعاً أو جهة معينة لحتى يوصل الحق لأصحابه مثل ما بنقول. هلا نحن اكيد شبكنا مع جمعيه كمان بدمشق، وهيدي جمعيه قدمت قسم كبير من المساعدات، يعني حاجيات الاطفال والملابس، نتشكرهم. هلا اي نعم، صار في كثير استخفاف بالجهود المبذوله، مع انه انا رح احكي عن حالنا، رح احكي عن فريقنا. صبايا يلي طلعوا على التوزيع بوجه لهم تحيه. هدول الصبايا هن كلهم بيوتهم كمان متصدعة، بيوتهم متضررة، يعني يعتبروا متضررين الزلزال. كلياتهم عندهم أطفال صغار، أمهات، يعني هن قسم منهم كان يضطر يترك أطفالهم عند قرايبينهم، عند أهاليهم، وقسم منهم ما عندهم حدا يترك الأطفال، فكانوا ينزلون معهم على المساعدة على الشغل. يعني هن رغم الظروف الصعبة هن أصروا إنه هن يكفوا ويتواجدوا مع المتضررين على الأرض. فاليوم اللي بيستخف بهيك شيء، يعني هذا إنسان بيكون قليل أصل، عيب. نحن ومثلنا كتار، مثل جمعيتنا، كل الجمعيات يعني كلياتهم كمان أشخاص متضررين، أشخاص عندهم التزامات، تركوا كل شيء ولبوا النداء مثل ما بيقولوا، أو الواجب. صار في استخفاف بالموضوع، ويعني ما فيك تردي شيء، نحن بنكمل شغلنا وبنكفي اللي علينا، وبكفي أكيد. بكفي انه الناس اللي عم نوصل لها بيعرفوا. اكيد يعطيكم الف عافيه، واكيد جهودكم جدا مشكوره. هلا مر فتره طويله على فتره الزلزال والكارثه اللي صارت، فاكيد مساهماتكم ومساعداتكم لساتها لحد هي اللحظه مستمره. لوين هلا متجهين او لوين وصلتوا بهي المساعدات؟ هلا نحن تنقلات خففنا، يعني بالاحرى وقفناها حاليا، لانه مثل ما فهمنا انه صار في مراكز اغاثيه بكل محافظه، وهي صارت مسؤوله عن التوزيع، وصرنا ضمننا انه
مثل ما بيقول المساعدة رح توصل للجميع. بخصوص عملنا الحالي، نحن بمقرنا عملنا أقسام، قسم صيدلية، إجانا أدوية يعني مساهمات، عملنا قسم صيدلية مجانية، قسم ملابس، قسم مواد غذائية. فالمتضررين من المحافظات الثانية هن موجودين بدمشق، بيجوا لعنا على المقر، بيقدموا لنا وصفات طبية، بيقدموا لنا الحاجيات ونحن بنلبيهم. ويلي بالمحافظات مثلا، نحن في فريقنا باللاذقية كمان صبايا هن كمان بأي حالة موجودة هنيك نفس الشيء، بيطلعوا لعندها بيزورون بيتأكدوا بيقدموا المساعدة. حلو. ودائما يعني مثل ما تعودنا العطاء ما بيوقف، ودائما بتلاقوا سبيل وطريق معين حتى تقدموا هذا العطاء. مثل ما حكيتي عليا وضمن حديثك، يمكن اكثر الفئات المتضرره كانت هي الامهات والاطفال، لهيك كمان يمكن حاولتوا تقدموا بعض الانشطه اللي بتدعم نفسيا الام والطفل. خلينا نحكي عن هذا الجانب، واللي في كثير جمعيات مشكوره ومبادرات تذكرت انه نحن ما بس بدنا نطعميهم ونشربهم، نحن بحاجه نسمعهم، طبطب عليهم ونسمعهم بالطريقه الصحيحه اللي هي ما تستفز يمكن المشكله، لا بالعكس تساعدهم انه يفرغوا هالطاقه السلبيه اللي صارت من هاي الازمه. هلا نحن لما فريقنا طلع هن قدموا انشطه للاطفال ترفيهيه يعني، فشوفي موضوع انك تقعدي تسمعي يعني، كمان نحن اشخاص يعني منتأثر انه كثير كمان تفوتي ب انك تقعدي وتفاصيل وهيك، يعني هذا الشيء كثير كمان مؤثر. انتم بدكم دعم نفسي، نحن بدنا مين يطبطب علينا، لانه نحن البنات بدهم يكفوا يعني، بدهم يطلعوا من قريه لقريه ونهار قصير، فبدهم يلحقوا يعني الكل. فبصراحه ما كثير نحن فريقنا قعد فات بالتفاصيل الالام، بس أنشطة للأطفال انعملت، المساعدة توزعت على الجميع، حتى كان في أشخاص هن غير متضررين من الزلزال بس هن متضررين من الوضع الاقتصادي الصعب وعندهم أطفال، حتى هدول نحن قدمنا لهم المساعدة وما قصرنا. الحمد لله كل شيء، كان في أطفال كمان تأمنوا وكملوا الصبايا على المناطق المجاورة. أكيد، يعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي عن موضوع الأطفال، يعني أخصيتي بالذكر كان في صعوبة كتير كبيرة، حتى قلتي ذكرتي بالشراء، شراء الحليب، هلأ خف هذا الضغط عن تأمين الحليب، صارت الأمور أسلس بعد ما انفكت العقوبات عن سوريا، كيف صار وضع الحليب؟ هلأ الحليب تحديدا أنا بصراحة ما عندي فكرة شو المشكلة بالضبط، يعني ليش دائما عم يكون في شوية صعوبة بتأمينه. لا هو لحد الآن مقطوع الحليب. في أطفال لحد هلأ بحاجة وما عم يتوفر لحليب؟ إيه في أطفال لحد الآن. شو بتعملوا أنتوا بهي الحالة؟ هلأ نحن كجمعية منصير مناشد صبايانا مثلا بغير دول المجاورة، وبيبعتوا لنا كمساهمة كتبرع يعني، بنستلمه نحن مساهمة. نحن مرة واحدة بس اشترينا كمية منيحة يعني، وقتها في صيدلاني صديق يعني هو قالنا حتى يعني قدموا بسعر مساهمة كمان. والباقي نحن كله اجانا بصراحة، من شيء من لبنان، شيء من العراق، من الصبايا السوريات يلي متواجدين هنيك. بس اغلب السيدات يلي نحن بنشوفهم او بنتواصل معهم بنسالهم طب كيف عم تمشوا حالكم يعني، مقطوع الحليب شو عم تعملوا؟ بيقولوا لنا انه عم يزبطوا حليب ماعز. فيعني طرق بدائية، طرق قديمة، بس اذا هي بتوفي بالغرض الحمد لله منيحة. أكيد يعني اكيد نحن دائما بنقول انه يمكن هذا الظرف اللي عم نمر فيه هو ظرف كثير صعب، وبيوجه هي الكارثة الإنسانية للأسف في كثير للآن عقوبات موجودة على سوريا ما انشالت. فيعني إعادة الأعمار جزء كثير كبير ومهم وضروري، ولكن حتى الآن ما بتقدر الدولة السورية تعمل شيء طول ما هي العقوبات موجودة. دائما نحن بنناشد انه شوفوا الوضع الانساني بسوريا، ومشكور كل طبعا الدول يلي عم بتقدم وما زالت عم تقدم، ومنها دوله الامارات يلي عملت خلينا نقول جسور الخير وما زالت مستمره حتى الان، وغيرها من الدول الشقيقه. العراق ما قصر ابدا بقوافل مستمره من البدايه حتى الان.
قبل ما أختم، نحن برمضان دائماً نستنى مبادرات صبايا العطاء اللي بتكون كل سنة إلى شكل وإلى طعم ممزوج بالخير وبالعطاء. اليوم رمضان للأسف شوي صعب أكثر، ظروف اقتصادية، فئات متضررة أكثر من الأول، شرائح مضافة ومتضررين بكارثة الزلزال. شو مخططكم لرمضان؟ نحن برمضان صرنا كل أشهر السنة عنا ياها رمضان، لأنه اليوم المساعدة هي بتتقدم مو بس بالشهر الفضيل، بدها تتقدم بشكل دائم وشهريا. حاليا نحن مثل ما ذكرت عاملين غرف بمقرنا، صيدلية ومواد غذائية وملابس، وفي معنا كمان أمينة سر الجمعية، هي محامية وهي مقدمة استشارات مجانية لحتى إذا في حدا بده يعرف كيف يحصل حقه، كيف يتعامل، شو يتصرف، هي بتقدم الاستشارة. فبشكل عام يعني بعتبر أنا أنه أي حدا بحاجة للمساعدة شو ما كانت تكون رح يلاقيها، حتى في كمان حالات طبية نحن كمان عم نقدر أنه نغطيها خلال هاي الفترة. فرمضان هو شهر الخير، هو شهر المحبة، ونحن بهذا الشهر منقدم يعني محبتنا، منقدم كل شيء منقدر عليه، وكل شيء بيوصلنا بيتوزع، كل شيء بيجينا نحن منحاول أنه نقدمه لأشخاص فعلا محتاجينه، وإن شاء الله يا رب نستمر يعني نستمر بهالهمة إن شاء الله. صبايا، فريق صبايا العطاء قدي عدده اليوم؟ هلأ العدد كمتطوعات كتير، بس كفريق أساسي اللي هنن دائماً متواجدين، اللي هنن تنظيم وتخطيط ومثل ما بيقولوا بيطلعوا على كل المناطق، بيطلعوا دائماً تلاقيهم موجودين، هنن 6 صبايا. الله يعطيهم الف عافية. وأنا بوجه لهم شكر وتحية طبعاً. وباقي صبايا هنن متطوعات، هنن بيزورونا بالمقر، كل حدا حسب إمكانياته حسب وقته. نحن ما في شيء ملزم يعني، لأنه بصراحة اليوم نحن منقدر أول شيء صعوبة المواصلات نحن وكلفتها، ونحن منقدر كمان أنه في صبايا عندهم عملهم الخاص يعني أكيد. كل حدا اليوم يا بيشتغل يا بيدرس، فمنراعي هذا الموضوع. وأي حدا بيجي بيقلنا مثلا أنا اليوم معي ساعتين جاي لحتى ساعد، منرحب بالجميع أكيد. بدنا نوجه تحية أكيد لكل أكيد فريق للجميع. صبايا العطاء، ولكل مين قادر بهذا الوقت أنه هو يمنح وقت خاص للعطاء من روحه ومن نفسه، لأنه هذا الشيء مهم كتير وخصوصا بهاي الأيام الفضيلة. شكرا لك عليا ولكل الصبايا. وأنا بتشكركم دائما الإخبارية السورية يعني على كل شيء بتقدموه وعلى كل شيء أنتوا بتتابعوا يعني بتتابعوا بأدق التفاصيل. بتشكركم على الاهتمام. وبدي أتشكر كمان فريق جمعية صبايا العطاء التنموية على وجودهم، على مساعدتهم، على وقفتهم، حتى لما ما كنت أنا موجودة يعني اشتغلوا شغل كأني موجودة وأحسن، كانوا مكفيين. عن جد شكرا كثير ويعطيكم ألف عافية.